من مشيت للطبيب قالوا لي قال لي بان المصارن ديالك تثقبوا كيسيلوا لك كي بديت كنعمل كل شيء من القدام يعني ما بقيتش كنحبس حاشاكم البوله. مرات ابني هي اللي كتخدم كتعاون الراجل ديالها في الجره ديالي جلست باش انا الا ما عطاتنيش نشرب ما عنديش شكون يعطيني نشرب. دابا انا الرجل ديالي سقط مات ما بقيتش كنحس بواحد الرجل ما عندي ما نقدم ولا اخر يعني والجلسه صعيبه بزاف الركنه صعيبه بزاف لا يعطيها شي واحد. السلام عليكم انا عزيزه من طنجه. القصه ديالي بدات كنت خدامه في سبته بحال ايها الناس كنخدم الحمد لله. هذه النهار اللي طلقت عندي جوج الوليدات خدامه شويش وانا نتادب بالمرض السرطان في 2019 تاديت بالسرطان السرطان ديال الوالده. المهم بقيت كنجري بالدم وديك الشيء الحمد لله. المهم حتى عطاتني عام وانا بديك الدمايات حشاكم وديك الشيء. في الاخر مشيت للطبيب الطبيب اختصاصي ديال النساء قالت لي بان رانتينا عندك مبديه يعني فيك المرض السرطان عام هو فيك دابا اصلا خصك العمليه. قالوا لي خصك تعمل العمليه. المهم واحد السيده اللي كنت كنخدم عندها مسكينه الله كثر خيرها خدوج اللي مسبته هي اللي تكلفت لي بالعمليه ديالي في كازا داوتني في كازا في كلينيكا ديال الشفاء. تمك تعالجت الحمد لله بقيت انا شهرين ونص عملت العمليه عملوا لي اي حاجه الحمد لله بريت. المهم يعني قصيت الحمد لله توقفت على رجلي شي حاجه شويش من مشيت للدار ديالي صافي تعالجت عملت الكونترول. قالوا لي خصك تبقى تعمل شنو تاكل شنو تشرب شنو هادي حتى واحد النهار قالوا لي بان خصك بقيت حاشاك بديت المصارن ديالي تقبو. بقيت في الدار ديالي وليت نخدم عاديه من داوت من السرطان بديت نخدم شويش وانا كنشوف ديك الشيء حاشاكم بديت كنعمل كل شيء من القدام. من مشيت للطبيب قال لي بان المصارن ديالك تثقبوا كيسيلوا لك بديت كنعمل كل شيء من القدام حشاكم الرجله الكاكا اي البوله حشاكم كل شيء شويش. ديك وقت قال مي مشيت للطبيب وديك الشيء دوزت قال لي خصك تعمل العمليه تخرج المصارن على برا تعمل كاكا من كرشك. قلت له صافي زعما هذا هو اللي قدر عليا الله سبحانه عز وجل صافي هذا انا راضيه بالحكم ديالو. عملت ديك المصران خرجت المصران دوزت كان هاد المره بقات تبعاني مسكينه هاد الانسانه هذه اللي كنت خدامه عندها بقات تبعاني مسكينه الذهب ديالها كامل بعتو عليا. قالوا لي المصران من مشيت دوزت قالوا لي المصران ديالك تقبوا لك حيت دابوا بديك الاشعه والشيميو بقاو كيسيلوا لي كنعمل كل شيء حشاكم من القدام وديك الشيء. مشيت دوزت قال لي خصك تعمل المصران تعملو من تخرج المصران على كرشك تعمل كاكا من كرشك. قلت له انا ماشي مشكل المهم نعيش الحياه ديالي وديك الشيء. عملت ديك العمليه هذيك السيده مسكينه هذيك المراه بقات كتجمع لي هي ومولات الدار اللي ساكنه عندها بقى كيجمعوا لي. قال بديكوات قال لي تخرج المصران تعملو تخرج المصران من كرشك تعمل كاكا من كرشك وتعيش عاديه تعيش بان تخدم تنوض تعمل البورصه في كرشك تعمل كاكا من كرشك. قلت له انا واخا مستعده. عملت ديك السيده مسكينه عاونوني الله كثر خيرها هي وديك السيده هذيك وواحد مولات الدار ديالي بقاو كيجمعوا لي حتى عملوا لي عاود ديك العمليه في كلينيكا. عملت ديك المصران هو مشى حدا لي النبوله بقيت كنشرشر يعني من ديك النبوله تحادت لي النبوله تفتحت لي النبوله بقيت كنعمل بانيه تصرويله يعني ما بقيتش كنحبس حشاكم البوله كاكا كنعملها من المصران فعوط عيعمل يسد لي بالخاتم هو سد لي بالقومه بالتيو ديك التيو مع الموطه طاح ديك التيو طاح بقى المصران طايح ما نجحت ليش العمليه. بقيت انا كنقاصي الليل والنهار حاشاكم بالدمايات الكلاكل لا من ديك المصران بديت المهم الحاله ديالي ولات مدهوره يعني وليت ما كنعس لا بالليل كنتمنى 5 دقائق النعاس ما كايناش النعاس ما كنعس لا بالليل بالنهار صافي. ديك واش قالوا لي مشي للرباط تلتجأ للرباط. المهم دخلوا شي صحابات يد الله كثر خيره قالوا لي صافي يعني ديك السيده مسكينه باعت الذهب اللي عندها بقات لها الذهب ديال الجواج ديالها هي اللي بقات عندها يوم يسعوا لي يوم ساكن يعني هذاك هو الله كثر خيرهم الله يرحم الوالدين ديالهم من هذا المنبر. صافي ديك واش مشيت للرباط مشيت دوزت هنا في طنجه قالوا لي مشي للرباط مشيت لديك الرباط. المهم دخلوا لي شي الناس الله كثر خيرهم عملوا لي ديك عاودوا لي العمليه ديال المصران عاودوا لي ديك العمليه ديال المصران الحمد لله نجحت لي ديك العمليه ديال المصران. بقات لي دابا ديك النبوله ومن جيت بحالي هذاك النهار اللي بقيت سيمانه وانا كيزيدوا لي الدم حيت وليت واحد الحاله تحت الصفر ما بقى فيا لا دم ولات فيا ما بقاتش فيا المناعه ما بقى فيا حتى شي حاجه وليت بحال شي هيكل والسلام.
صافي ديك الوقت جيت ملي كنت غنخرج بحالي من الطبيب ديال السويسي مي عملت العمليه ديال المصران وبغيت نخرج بحالي. هذاك النهار من بغيت يجلسوني على الكرسي حسيت براسي بان طاح لي رجلي طاح لي ما قدرتش نوقف. من ديك الوقت من شهر واحد دابا راه هذه شهر 8 من شهر واحد وانا جالسه يعني جالسه في الركنه ما كنتحرك. وعد انا عندي المصران خارج اللي كنعمل كاكا من كرشي وزائد يعني عندي النبوله محاديه حدها لي الطبيب يعني حد ما كنحبش شي حاجه كم البوله. وعد ديك المرض ديال السرطان كنطلع لي لا عيني لا العرق د عيني فهمتي. وكان واحد الدكتور الله يكثر خيره هو اللي عمل لي نظاظر عملوا لي فابور مي يسمع بان ما عنديش وكيعاونوني لي شي حاجه عمل لي نظاظر عملوا لي فابور. صافي دابا ديك الوقت من ديك شهر واحد قالوا لي بان عاد نعس غادي يشوفوا لي العروق. عيت ما نجري في طنجه عيت ما نجري في الرباط كنطلع حتى للرباط بالمركب وانا ومرات ابني زعما الله كثر خيره هي اللي هزاني وهزاني وهزني ولدي. انا ساكنه مع ابني ما عندي لا راجل وانا هجاله ما عندي راجل. مرات ابني هي اللي كانت كتخدم كتعاون الراجل ديالها في الجره ديالي جلست باش انا الا ما عطاتنيش نشرب ما عنديش شكون يعطيني نشرب. ولدي خدام علينا يعني كيجيب ديك اللي كتصب لها كنقسمها مع الكراونتين وكتعرفوا بان يعني الله يحسن العون. دابا انا الحاله ديالي تدهورت دابا انا الرجل ديالي تقط مات ما بقيتش كنحس بواحد الرجل. كيقولوا لي بان خص العمليه باش ينوض على رجلي ديك العروق تبوشاو بديك الميكروب اللي كان كيهود لي من القدام تبوشاو ما بقيتش كنقدر نوض. دابا خصهم العمليه بان باش ينوض ديك الرجل باش يفيق. قال لي الطبيب خصك 5 المليون وانا بان ديك الناس اللي كانوا كيعاونوني الله يكثر خيرهم يعني ما بقى لهم ما يبيعوا على السبه ديالي داوني على السرطان. دابا انا هذا الرجل هذا وتادت لي واحد البنه الكبيره تادت لي عيات ما تسنى زعما باش يقطعوها هي ولات كحله باش تقطع ما قطعوهاش. فيما كنطلع من الرباط كيقول لي سير تجبر لك الموطع في طنجه كيقول لي احنا ما عندناش الماتريال هنايا للمرض ديالك خصك ضروري السويسي. مي كنطلع من السويسي هذه الثالثه من مره وكنطلع بالمركب وكنجيب المركب وما كي يعني ما عدلوا لي حتى شي حاجه من غير ديك العمليه اللي عدلوا لي ديال المصران في الاول. دابا انا رجلي هذه من شهر واحد هو طايح لي وانا كنسى في الركنه زعما ما كنقدم ما كنأخر. الا ما بتصروا الى حشاكم يعني مرات ابني هي اللي كتقرب لي اي حاجه الا ما عطاتنيش نشرب ما عادي نشرب شي ما كنوض ما كنتحرك ما حتى شي حاجه. دابا انا ملي كنبغي نمشي نطبي ولا شي حاجه يعني الناس اللي كي يعني ولدي خدام هي كتديني الطبيب هي اللي كتطلعني من الرباط هي اللي في يعني في الكروسه. دابا ديك البنه طلعت عيت ما نقول لهم حيدوها لي هي كحله ولات كحله حسن يتأذى لي رجلي الكامل ونولي عمري ما نوض واخا نخسر ديك 5 المليون يجي شي واحد يعاونني فيها شي مؤمن ولا شي مؤمنه واخا غادي يكون رجل مات لي اصلا غيكون مات لي. دابا ديك البنه هذه دابا شي سيمانه باش تقطعت لي دابا تحيدت. دابا انا عندي عمل لصقه ما تحيدت بوحدي حتى بالعظام ديالها بكلشي ديالها رشه. كنطالب بان الا كان من خوتي الله يكثر خيرهم خصني العمليه ديال الرجل باش ديك العروق حيت مبوشين ديك العروق. قالوا لي الطباء عندك مبوشين خصني انا العمليه من هذا الرجل باش نوض. والبنه يعني تقطعت خصها عاد تعالج حسن ما يطلع لي المرض حتى انا رجل اخر يتاذى لي رجل اخر حيت قالوا لي رجل اخر مقوت لي بقيتي جالسه حتى ديك الرجل اخر بدا كينعس لي يعني غادي نتاذى بجوج الرجلين وعنبقى مقعده على حياتي كامله لا قدر السلامه يعني ما عندي ما نقدم ولا نأخر يعني. والجلسه صعيبه بزاف الركنه صعيبه بزاف لا يعطيها شي واحد. دابا كنتمنى الله يجازيكم بخير اللي كيسمع هذا الاوديو هذا المكالمه ديالي وهذا الفيديو ديالي الله يجازيكم بخير عاونوني باش نعمل العمليه باش نوقف الا كتب الله الا بغاني الله نوقف. الله يجازيكم بخير الله يكثر خيركم الله يبعد عليكم المصايب ويبعد عليكم هاد الضرر الله يرحم لكم الوالدين. الا قدر شي واحد شي مؤمن ولا شي مؤمنه وشافوا الحاله ديالي لحقاش انا ما عندي يعني الوليد انا ساكنه معاه يعني انتينا عارفه الظروف ديال بان الكرا والمصاريف وديك الشيء ووليداته انا جالسه معاه اللي كنت خدامه كنعاونو حتى انا جالسه. الله يرحم لكم الوالدين الله يكثر خيركم الله يجازيكم بخير. الا قدرتوا تعاونوني ها النمره ديالي عندي زعما نحطكم النمره في الشاشه ديك وقت ثم تعاونوا الله يجازيكم بخير 06
26 29 34 52 عزيزة من طنجة. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.